أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حقيقة. حلقتنا النهاردة هي حلقة مميزة وحلقة مختلفة. الحلقة فقرتين، فأول فقرة هيكون معايا المحاسب القانوني الأستاذ محمد عطية، مراقب حسابات، مستشار ضريبي وخبير مسمى بوزارة العدل، وأيضا خبير مسمى بوزارة التموين والتجارة. وفي الفقرة الثانية هيكون معانا نجم كلنا بنحبه وهيكون مفاجأة. ففي البداية نرحب بسيادة المحاسب الأستاذ محمد عطية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أهلا بيك. بيك. أهلا فندم. أهلا. شرفت ونورت البرنامج. أهلا بيك، شرف لي يا فندم. في البداية عايز أبدأ مع حضرتك، عايزك تعرف لي القوانين الضريبية. إيه هي القوانين الضريبية؟ هو القوانين الضريبية اتعملت علشان تنظم العلاقة بين المجتمع الضريبي وبين مصلحة الضرائب، على اعتبار ان كل واحد، كل فرد في المجتمع الضريبي بيكون عارف يأدي ضريبته ازاي، يبعد ازاي عن غرامات، عن العقوبات، يأدي ضريبته بشكل سليم وفي مواعيدها المظبوطة. فأول قانون من القوانين الضريبية هو قانون الدخل، قانون ضريبة الدخل، قانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته. القانون ده اتكلم عن مختلف الفئات المجتمع الضريبي، يعني اتكلم عن لو صاحب عمل نشاط تجاري او صناعي يؤدي ضريبته ازاي. هو احنا ممكن نتكلم الاول عن القوانين بشكل عام ونبدا نعرفها. تمام. قانون ضريبه الدخل 91 سنه 2005 وتعديلاته. قانون القيمه المضافه، قانون 67 لسنه 2016. في قانون ضريبه الدمغه 111 لسنه 1980. وفي قانون، احدث قانون نزل مؤخرا، 206، هو قانون 206 لسنة 2020 اللي بيتم تطبيقه من 2010 الشهر الحالي اللي هو احنا فيه ده. تمام. تمام. طيب نبدأ بقى تعريف القوانين واحدة واحدة. تمام. أولا، إيه هو قانون ضريبة الدخل؟ زي ما قلنا في الأول، قانون ضريبة الدخل بيخاطب فئات مختلفة من المجتمع الضريبي، يعني الأشخاص اللي هم يملكوا نشاط زي مثلا نشاط تجاري، نشاط صناعي، نشاط خدمي، بيعرف ازاي تأدي ضريبتك ومواعيدها ايه. تمام. وتستخلص ازاي صافي ربحك اللي تأدي عليه الضريبة. يعني والقيمة المضافة. القيمة المضافة دي ضريبة على دي بمثابة ضريبة القيمة المضافة على هامش ربحك. يعني انت بتشتري مثلا وليكن سلعة بتشتريها ب1000، وانت بتشتريها بتدفع قيمة المضافة، لو فرضنا انها 14%، لو شريحة 14% الشريحة كلها موحدة 14% الا ما استثني في ضريبة الجدول. فانت بتشتري مثلا سلعة ب1000 بتدفع عليها ضريبة 14%، يعني مثلا 140. تمام. لما بتيجي تحط تكلفتك وتحط هامش ربحك مثلا بتبيعها ب1500. تمام، عشان خاطر القيمة المضافة اللي هي بتنضاف عليها. تمام. تكلفتك وهامش ربحك فبتبيعها ب1500 بتحصل عليها 14% برضه 210. الفرق بين ال 210 وبين ال 140 هو 14% من الفرق بين ال 1500 وال 1000. تمام. طيب حضرتك قلت في قانون حديث اللي هو 206. تمام. تمام. عايزك تكلمنا برضه عن قانون 206 وايه الفرق بين الثلاث قوانين. القانون 206 هو قانون الإجراءات الموحد، قانون الإجراءات الضريبية الموحد. تمام. ده بينظم العلاقة الإجرائية بين المجتمع الضريبي وبين مصلحة الضرائب، يعني بيعرفنا المواعيد، العقوبات، الغرامات، أي تغيرات حصلت في الـ في الـ في المنشأة، إمتى نختر بيها، يعني تنظيم العلاقة الإجرائية. تمام. الفرق بينه وبين القوانين الاخرى ان القوانين الاخرى بتعرفك الضريبه في حد ذاتها، خاصه باشياء ثانيه، يعني كل حاجه مستقله بذاتها. تمام. يعني ضريبه الدخل دي ضريبه سنويه. تمام. بس بتختلف كل فئه في المجتمع الضريبي، يعني ضريبه الدخل بالنسبه لاصحاب المنشات دي ضريبه سنويه، بتقدم اقرارك السنوي، بتقر بيه عن ايرادك السنوي وعن تكلفتك السنويه، الفرق بينهم صافي ربح السنوي، وده اللي بتاخد عليه الضريبة. أما بيخاطب العاملين في المنشآت وهي ضريبة المرتبات وما في حكمها، ودي ضريبة سنوية الاستحقاق شهرية الأداء، بمعنى إن المنشأة هي المنوطة بخصم الضريبة دي من العامل وتوريدها للمصلحة.
فبيخاطب العاملين، بيعرف ازاي المنشأة تخصم وامتى تخصم وامتى تورد. تمام. قانون الثروة العقارية أو شق الثروة العقارية في قانون الدخل، اللي بيأجر بشكل غير تجاري. يعني أنا لو حد ممتهن مهنة إن أنا بأجر عقارات، ده بيتحسب تجاري. إنما لو أنا بأجر بشكل غير تجاري، أنا مثلا عندي عقار، شقة، تبقى أو مفيش ضريبة، لا، في ضريبة ضريبة، بس ضريبة نوعها تاني، مش الضريبة التجارية، ضريبة قطعية 2.5%. تختلف ما بين الشخص العادي وبين الحاجة، التجارة، التجارة شيء، بالظبط ومن شخص لشخص شيء تاني. بالظبط. هو الشخص لو بيزاول ده بشكل تجاري، بيخضع مثلا للقانون التجاري. القانون التجاري 22.5%، في بقى تكلفة، غير وفي 2.5% ده من شخص لشخص. ده البيع، ده لو في حالة البيع عقار غير تجاري. تمام. في حالة الإيجار، أنت بتقر عن حالة الإيجار الغير تجاري، أنت بتقول إيرادك، وفي 50% منه مقابل التكاليف والمصروفات، إلا لو عندك مستندات أعلى فبتقر بيها، وساعتها لازم ملتزم إن أنت لما تتفحص بتقدمها. بعد كده بتطلع صافي ربح الإيراد الثروة العقارية، وبتجيب منه ضريبتك برضه. هاخد حضرتك تاني، هرجع لحضرتك تاني القانون 206. تمام. عايز اعرف ايه الفرق بين القانون 206 الحالي والسابق، عايز اعرف ايه الفرق ما بينهم في الاجراءات. هو قانون 206 لما جه عدل بعض الإجراءات في القوانين اللي هي اللي كانت موجودة قبل كده. الحالية، الموجودة الحالية. تمام. يعني هو قانون اتعمل عشان يعدل بعض الإجراءات، أو من ضمن مهامه تعديل بعض الإجراءات في القوانين الموجودة بالفعل. يعني مثلا في قانون القيمة المضافة، قانون القيمة المضافة هو عدل، يعني قانون 67 لسنة 2016 لما اتكلم عن تقديم الإقرار، هو طبعا إقرار بيقدم شهريا تمام. شهريا. كان قانون 67 بيقول إنه باختصار شديد، إنك بتقر عن الشهر في خلال 60 يوم من نهاية الشهر ده. تمام. يعني شهر يناير بتقر عن البيع والشراء في شهر يناير، بعد في خلال 60 يوم من شهر يناير نفسه، يعني من أول تمام. فبراير لآخر مارس المهلة لتقديم إقرار شهر يناير. جه قانون 206 وعدل المهلة وخلاها مدة شهر بدل من شهرين، بدل 60 يوم بدل بدل 60 30 يوم يوم. خلاها مدة شهرين. يعني بنقول شهرين، شهر بدل شهرين. أضاف حاجة، إنه لو أنت مستورد أو مصدر أو مؤدي خدمة، مسموح لك إن أنت تقدم، لو عملت عملية خلال مرة أو مرتين في السنة فقط، عملية أو عملتين في السنة، بشرط إن يكون العملية دي مقترنة بالبيع، يعني استوردت وبعت في نفس الشهر، تمام. أديت خدمة وحصلت على مقابلها في نفس الشهر، مرة أو مرتين في السنة، فمسموح لك إن أنت تقر عن الشهر ده او الشهرين دول، الشهر أو الشهرين اللي الشهر او أنت. الشهرين دول فقط، دون الحاجه ان انت تقدم اقرار كل شهر. لكن ده يتطلب موافقه من السيد رئيس المصلحه او من يفوضه على ده، تمام. لكن مسموح لك بده. طيب أنا دلوقتي في القانون السابق حضرتك قلت في 60 يوم، تمام، والقانون الحالي عدل بقى 30 يوم. طب دلوقتي في واحد ما قدمش في الفترة دي، يعني في ال 30 يوم ولا 60 يوم قبل كده، هل في مواعيد، يعني في مواعيد استثنائية لتقديم الإقرارات ديت ولا لا؟ هو المواعيد الاستثنائية لتقديم الإقرار، هي إنه أولا نتكلم في حاجة، إنه لو أنت مثلا غلطت في الإقرار خطأ أو سهو أو حاجة، وعايز إن أنت تعيد تقديم الإقرار مرة أخرى، فأثناء ال 30 يوم برضه، أو أثناء الشهر المهلة نفسها، مسموح لك أنت تعمل إقرار معدل، وده هيعد إقرار أصلي. تمام. يعني أما انت تعمل اقرار معدل وده هيتحسب إقرار وكأنه أصلي زي الاصل. لو أثناء المهلة نفسها. تمام. المواعيد الاستثنائية عموما بالنسبة لقانون 206 في تقديم الإقرارات،
عموما سواء القيمة المضافة أو الدخل، هو لو مثلا عند الوفاة، ففي خلال 90 يوم عند الوفاة لازم إن أنت تقدم الإقرار. تمام، دي المواعيد اللي هي بتاع إبلاغ المصلحة. اه يعني لا، ميعاد تقديم الإقرار كمواعيد استثنائية مش المواعيد تمام، الطبيعية. لا احنا يعني مثلا بنتكلم لو حصل أي تغيرات في خلال 90 يوم. لو أي تغيرات من حيث، ما هو التغيرات في أنواع، يعني في تغيرات مثلا إن أنت أضفت مخزن، عدلت، أضفت فرع، عدلت نشاط، أضفت نشاط، التغيرات دي بتقدم اختار في خلال 30 يوم من التعديل اللي انت عايز، اللي حصل. تمام، بتبلغ بيها المنشأة. لا، اختار بتقدمه للمأمورة الضرائب اللي تابع ليها تمام، بالتعديل ده، انه في تعديل طرأ، ان انا مثلا اضفت مخزن، عدلت، اضفت فرع، عدلت نشاط، وهكذا. فده بتقدم اختار خلال 30 يوم من التعديل او من التغير ده. تمام. لو انت بدأت مزاولة النشاط، من حقك ان انت، او لازم عليك او واجب عليك ان انت تخطر ببداية مزاولتك للنشاط في خلال 30 يوم. بس في حاجة، اقرار ضريبة الدخل في حد ذاته، ده في حد ذاته اختار بمزاولة النشاط. تمام، لان انت كده كده ما دام عملت اقرار ضريبة الدخل فده دليل واثبات انك انت في نشاط قائم. تمام، بس في حاجة مثلا، ان انت لو بدأت مزاولة النشاط في شهر 11، دلوقتي ميعاد تقديم الاقرار بيبدأ من يناير للعام التالي. فلو انت بدأت مزاولة في شهر 11، وجب عليك ان انت تخطر في خلال 30 يوم، فانت لازم تخطر، ما تستناش تقديم الاقرار. انما لو بدأت مثلا في شهر 12، ممكن يا تخطر يا اما كده كده هتقدم الاقرار في يناير، من يناير الجاي. يعني هتخطر بانك بدأت مزاولة النشاط ده، او هتقدم كده كده في اول السنة، يعني هتقدم الاقرار بتاعك في اول تمام، السنة. لو هتقدم اقرار عن الشهر ده، يبقى ده في حد ذاته اختار ببداية مزاولة النشاط. لو عايز تضم الفترة بعد كده، يبقى انت تكتفي بالاختيار. تمام، هروح بقى مع حضرتك في المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة. عايزك تقول لي ما هي المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة؟ دلوقتي القانون اتكلم عن المبالغ المستقطعة. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي منشأة واشتريت سلعة، او تمام، حد ادالي خدمة، فلما بديله المبلغ مقابل السلعة اللي أنا اشتريتها أو الخدمة اللي أداها لي، بستقطع منه جزء وورده باسمه وعلى رقم تسجيله ورقم ملفه الضريبي لحسابه في مصلحة الضرائب. لما بأخطر لازم أجمع المبالغ دي انا وأحطها في كمنشأة انا المطلوب مني ان انا اجمع المبالغ دي، بدل ما الشخص اللي أسلوب هو بسيط العامل يعني مثلا يبقى بنتكلم، لوحده، فانا يعني المسؤول عن الكل. مسؤول في حدود الضريبة اللي أنا استقطعتها من اللي أنا اتعاملت معاهم، ان انا اوردها. إن أنا أوردها. تمام، بوردها في نموذج 41. لما بعمل النموذج 41 وبورده، أنا بذكر التعاملات اللي أنا اتعاملتها مع الشراء اللي انا اشتريته، الناس اللي انا اشتريت منهم، او الناس اللي ادوا لي الخدمه، حتى لو انا ما استقطعتش، على اعتبار ان في حد مش مسموح ان انا استقطع عليه، ودي ليها يعني ابعاد معينه، لازم بذكره وبذكر المبلغ اللي انا اتعاملت بيه معاه. يعني لازم اوضح ان انا الشخص ده انا ما يعني ما استقطعتش منه كذا، عشان يبقى في اختار لمصلحة الضرائب مثلا، او بالظبط. المسؤول مثلا عن حاجة زي كده، يبقى عنده يعني اختار بده، عنده علم. انا ببلغ بان انا اتعاملت معاه في انه ادى لي خدمه، او اشتريت منه سلعه، بالمبلغ ده، حتى لو ما استقطعتش عليه. كذلك ببلغ في البيوع بتاعتي، لما انا ببيع لجهات، برضو بذكر في نموذج 41 الجهات اللي انا اتعاملت بيها مع المنشآت اللي انا بعت لهم. تمام،
في حتة مهمة برضو جدا بالنسبة للتعديل اللي طرأ في أعلى قانون ضريبة الدخل من حيث قانون 206. بالنسبة لقانون ضريبة الدخل اتكلم عن لو أنا ليا رصيد داين، أنا قدمت إقراري وليا رصيد داين. الرصيد الدين معنى بمعنى ايه؟ انا لما بقدم الاقرار، بقدم الاقرار بذكر فيه او بسجل فيه ايرادي السنوي، وبسجل فيه تكلفتي ومصاريفي السنويه، وبخصمهم من بعض يطلع لي صافي الربح الضريبي. او بمعنى اصح انه جه القانون اتكلم بالتفصيل شويه، القانون اتكلم على ان انا اعد ميزانيتي اللي هي القوائم الماليه طبقا لمعايير المحاسبه المصريه. بعد كده صافي الربح المحاسبي ده بأجري بأطبق عليه قانون ضريبة الدخل. تمام. فبعتمد اللي أنا بعتمد المصاريف، بعتمد إيراداتي، المهم بنوصل في الآخر لصافي الربح الضريبي، وصافي الربح الضريبي ده اللي أنا باخد عليه ضريبة الدخل. تمام. لو أنا في الآخر ليه رصيد داين، جه منين الرصيد الداين؟ إنه أنا عليا ضريبة سنوية فعلا، لكن زي ما أنا كنت بستقطع على الناس وأنا بشتري أو هما بيأدوا لي الخدمة بورد، بيستقطع هم عليا. كمان كانوا أيوه هما كمان بيستقطعوا عليا ويوردوا لي. فلو الضريبة المستحقة السنوية دي بالفعل الناس اللي أنا اتعاملت معاهم استقطعوا مني، فيبقى لي كده رصيد داين إن هم مستقطع عليا أعلى من الضريبة اللي أصلا مستحقة عليا، فيبقى عندي رصيد داين. رصيد الداين ده إذا ظهر فروق ضريبية للسنوات اللي قبل الإقرار ده، فرصيد الداين ده يستخدم في تسديد الفروق الضريبية دي عن السنوات السابقة. طب لو ما كانش فيه الفروق الضريبية عن السنوات السابقة، عندي حاجة من الاتنين، يا إما أطالب المأمورية بالتسديد باسترداد المبلغ، يا إما ودي حتة مهمة جدا، أطلب كتابيا إني يستخدم هذا الرصيد الزيادة في تسديد مستحقات ضريبية مستقبلية. طب النموذج بقى، هو اسم النموذج اللي هو بيتقدم وبيتحط فيه الأشياء دي كلها، اسم النموذج أساسا إيه؟ نموذج 41 ولا نموذج غيره؟ لا، نموذج 41 ده اللي هو المبالغ المستقطعة تمام، بقدمها في صيغة نموذج 41. تمام. بالنسبة لكسب العمل ده اسمه نموذج 4، تمام، ده بذكر فيه 4 مرتبات. نموذج 4 مرتبات. تمام. طبعا الكلام ده كله ينطبق على المرتبات وما في حكمها. وما في حكمها. تمام. طيب لو دلوقتي في منشأة صغيرة، تمام، واجب عليها انها برضو تقدم نموذج 4 ده ولا لا؟ يعني منشأة صغيرة بها عمالة. منشأة صغيرة يمكن لو ما فيهاش عمالة لحد دلوقتي انك بتقدم وتقول ان انا ما عنديش عمالة، لا شيء بالنسبة للعمالة، لا شيء، بس تقدم. يعني لابد انها تقدم. تقدم زي نموذج 41 كده، انا ما استقطعتش عن حد لكن بقدم واشكر الجهه. طيب اذا تم التعامل مع جهات ولم يستقطع منها المبالغ تحت حساب نموذج 41، ده بيتم ذكرها في النموذج ولا لا؟ لازم اذكرها في النموذج ان انا اتعاملت مع الجهات دي بالقيمه دي لكن ما استقطعتش، لان هم ممكن يكونوا على نظام دفعات المقدمه، هم دافعين مقدم ومش تمام. عايزين حد يستقطع عليه. زي ما احنا قلنا من شويه ان في جهات ما بيبقاش في منها استقطاع معين او لازم تتذكر عشان يبقى في علم بده. تمام. طيب عايزك تقول لي ماذا نفعل اذا تم اكتشاف خطأ في الاقرار الضريبي؟ يعني دلوقتي انا عملت اقرار ضريبي ولقيت فيه خطأ، ايه العمل بقى وقتها؟ لو اكتشفت الخطأ ده، طبعا الخطأ السهو والخطأ ده مسموح بيه. لو اكتشفت الخطأ ده او السهو ده في نفس مهلة الإقرار، بتعمل إقرار معدل وبيعد بمثابة الإقرار الأصلي. بمعنى إن أنت إقرار ضريبة الدخل
ده لو كان المنشأة فردية، فعندك قبل أول إبريل اللي هو من يناير لإبريل من العام التالي بتقدم فيه الإقرار لو منشأة فردية، لو شركة قبل أول مايو. يعني لو منشأة فردية قبل إبريل، يعني قبل شهر 4، قبل شهر 4، آخر مهلة 31/3، أما لو شركة في شهر 5، قبل شهر 5. لحد 30/4. لو اكتشفت الخطأ ده وقدمت في نفس المهلة بيعد الإقرار المعدل ده بمثابة الإقرار الأصلي. لو اكتشفت الخطأ ده بعديه مسموح لك تقدم إقرار معدل، لكن هيعمل معاملة الإقرار المعدل. ولكن الحالتين مش مسموح لك فيهم إن أنت تقدم إقرار معدل. لو اكتشف حالة من حالات التهرب، أو لو طلبت للفحص، في الحالتين دول أنت خلاص مش من حقك إن أنت تقدم إقرار معدل. هو طبعا انا نفسي اتكلم معاك كتير ومعانا اسئله كتير، ولكن يعني الوقت شبه انتهى. أهلا تمام، بيك. ولكن هسال حضرتك سؤال تاني. في حالات مسموح ليها عدم تقديم الاقرارات الضريبيه ديت ولا لا؟ في حالات، أول حالة لو دخلك بيكون من المرتبات ممن في حكمها فقط، أو لو دخلك من إيراد ثروة عقارية اللي احنا اتكلمنا فيه، وصافي ربح الثروة العقارية لم يبلغ حد الإعفاء، أو لو دخلك من الاتنين وبرضه صافي ربحك لم يبلغ حد الإعفاء. طيب، عايز أسألك سؤال مهم. تمام، ممكن يخطر على بال كتير أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، هل دول بيكون ليهم معاملة خاصة في الضريبة ولا لأ؟ لا، هي الضريبة، ما بيكونش لهم أي استثناءات؟ لا، هي الضريبة، هي دي مش حاجة، هي الضريبة ضريبة على نشاط، بالتالي ده نشاط انا مش فاهم شخص. انه على نشاط، تمام، ولكن اللي اقصده يعني الناس دي مثلا، مثلا لو حد من ذوي الاحتياجات الخاصه مثلا عامل نشاط معين، فهل ما بيبقاش له استثناءات ولا لا هو زيه زي اي حد لانه على نشاط زي ما حضرتك لا، قلت؟ هو الضريبة على نشاط. تمام، النشاط ده بيدخل دخل قد ايه، مصاريفه ايه، صافي ربحه ايه، ده بالنسبة للضريبة المباشرة. تمام، يعني على حسب النشاط وعلى حسب حسب دخل النشاط، النشاط، وعلى حسب النشاط ده ماشي ازاي، يعني اسلوب النشاط ده ماشي ازاي. النشاط طيب، قانون المساهمة التكلفية هو ايه؟ قانون المساهمة التكافلية، هو لما اتكلموا عنه في الـ هو مساهمة تكافلية على العاملين تمام بالمنشآت تمام الحكومية والخاصة وهكذا. تمام ده 1% من صافي دخل الموظف أو العامل. هو انا طبعا نفسي اسالك اسئله كتير الله يخليك. ونبدا ندخل في الموضوع، ولكن للاسف الفقره انتهت وبسرعه جدا. تمام، وانا بشكرك جدا ونورتني الله وشرفتني، يخليك، وان شاء تسلم الله جدا. نكمل في الحلقه الجايه باذن الله. إن شاء الله، بإذن الله. ان شاء أهلا الله. بيك، وطبعا بإذن قبل ما انقل للفقره الثانيه، طبعا احنا قلنا الفقره الثانيه هتكون مفاجاه بكل المقاييس، يعني فقره مميزه جدا، اوعى تروح اي حته تانية. بس قبل ما انقل، بناء طبعا احنا في دلوقتي في فتره انتخابات، وبناء على اهتمام الاستاذ رشا حافظ وبناء على اهتمام اسره البرنامج، نتمنى كل التوفيق للمرشح الشاب استاذ احمد فسيخ خلال مجلس النواب في المرحله الثانيه. والجدير بالذكر ان استاذ احمد فسيخ من اسره سياسيه، وعمه هو رجل الاعمال نبيل فسيخ عضو مجلس الشعب الاسبق. احمد فسيخ هو رمز الكف رقم 7 عن دائره بسيون وكفر الزيات، وهو الشاب طموح سياسيا واقتصاديا، ونتمنى له كل التوفيق، وهو وكل من يصلح، وربنا يولي الصالح. وانت شرفتني مره ثانيه يا استاذنا، اهلا بيك. وكنت شرفي، اتمنى اهلا انك تكون بيك. معايا اكثر من كده، ولكن ان شاء الله نكمل في الحلقه الجايه. تمام، ان شاء الله واوعى تروح اي حته تانيه، ونستقبل المفاجاه اللي هي بتاع الحلقه النهارده. النجم مش هكمل، هتشوفوه مع بعض.